الشهر في أبرز اللقاءات هذا الموسم لبوسنينة. ووالد نور الدين بوسنينة لاعب دولي السابق، لاعب اللي عند من جديد زبير الدراجي مباشرة إلى عمر الصدي. الانسحاب أمام الأهلي المصري بصعوبة، ثم مشوار ممتاز في كأس الكونفدرالية أمام مازيمبي في بنزرت، هدف مقابل صفر في أوت 2013. إفريقية مازال عنده مشوار الكأس النادي الرياضي البنزرتي. أيضا نادي حمام الأنف، علي المشاني، ياكيتي، وسام الستيري. شوفوا الحوار في وسط الميدان والهزيمة من فريق أخر رياضية بقفز هدفين مقابل صفر والتعادل مع المستقبل 2-2. بنجي لم يسترجع مستوى 2011 2013. النادي الرياضي لحمام الأنف، كرة في المحور والتدخل مع خالد العياري مع بلال العيفة، انذاك مع المدرب ماهر الكنزاري. ربح كل الحوارات عمر الزكري، توزيعة ممتازة إلى الثالث في هجوم معاكس، ومرة الكرة أطبق محمود العليبي اللي كان في طريق مفتوح من الاشتباك وضاعف الحصيلة. ورغم التغييرات الحاصلة في فريق مستقبل جابس، فإنه عجز على تحقيق هدف التعادل بفضل وقعية الضيوف اللي حولوا الهزيمة الانتصار مستحق بهدفين لهدف. زيادة زيادة كرة طيبة، عمر زكري يخرج حارس قدو يترفع الكرة بالعرض وسط الميدان. ماهدي رصايص يرفع كرة طويلة في اتجاه محمود العديبي، طيب العملية والخطأ اليمنى، هذه عادة العملية الأخيرة من الظهير رامي مشيبة، تعاقد لتشكيل ترجي جرجيس. تحتفظ الكرة على مستوى القبلة وبالراس، كرة ثابتة تحتفظ على مستوى القائم الأول بالراس. عشرة فكرير متمركز ينفذ، طيب العملية، كرة فوق المرمى، ضاعت العملية الأخيرة دي عادة، كرة مباشرة مقابل 14 لنادي حملة. نتابع للكرة طويلة في المحور، مدافع وسط الميدان عبد المبول ترجع بالكرة لمشتيبة، تبقى لبيت ترجي جرجيس أو مهدي رصايص يربع الكرة. من الجيل بنادي حملة، طيب العملية عكس الهجوم من الجيل محمود العديبي، محمود العديبي طيب العملية بالكعب في اللقطة الأخيرة، استلام الكرة فار صدق الوريبة في الكرة، تغير شكل اللعب، مقطع الكرة ترجع لفائت نادي حمل أنف. والخط العملية الأخيرة لفائت محمود العديبي صار الخطأ لفريق الميدان في المحور. مهدي بلدي فلا بالراس باتجاه مجيد محمود العديبي، طيب العملية اللي نام باتجاه رامي بوشيبة، بوشيبة نجح رغم اتبه في المحافظة على الكرة، طيب العملية مجيد من محمود العديبي ورفع رأي المساعد طويلة، طيب العملية محمود العديبي تعدى نقطع من الشيت، طيب العملية فريق نادي حمام الأداء في هذا الشوط الثاني 59 دقيقة لعب 2-0 لترجي زيادة سيد تلقى الكرة من الشيط إلى محمود العديبي، يلا يا محمود يرفع الكرة اليسار فادي الشيخ من الشيط إيقاع فريق نادي حمام من الشيط كرة في وسط الميدان محمود العديبي. محمد علي المهدي، طيب العملية من محمود العديبي السايسي، محمود العديبي لليسار ترجع إلى أمين المهدي، أمين المهدي بالاقتب فاتيشي محمود العديبي ويربح الهدف. هذه عاد العملية الأخيرة والتدخل من الخلف، نقطة من الشيت واحدة اثنين فاتيشي محمود العديبي، حكم يشيل مرسلة العدد
واحدة كيفاش قطع محمود العديلي مع جوج لاعبين، العديلي يرجع بالكرة بين هجومي البحث في الفترة الأخرى العذيبي العذيبي ثم لمسة يد مطالبة بضربة جزاء وثم الركنية ثم لمسة اليد راح تنوف هذه كرة نتاع محمود العذيبي المس الكرة إيزي كان وحداش نثيقة من غير الوقت نبدل اللي فارس المسكين المسكين المحمود العذيبي العذيبي العمر زكري سريع زكري عن طريق الثنائي محمود العذيبي عمر زكري لكن التسرب كان السيما الأبرز في هجوم الهمهمة محمود العذيبي يستعد لينفذ قوية على مرتين أشرف هذا زيدي ندي حمام في مهدي رصايسي وخالد المليتي والحق أيمن المثلوثي شوفوا أيضا كرة مرت خالد المليتي ملقاش وضعية سين في الربط بين الدفاع وسط الميدان فرانكوم ماهر الصغير محمود العذيبي عمق الهجوم اليوم محمود العذيبي والهدف إذن تذليل الفارق شوفوا الكرة الأخيرة من محمود العذيبي ماخذش الكرة عمار جمل و ثم هفوا كرة ثابتة من محمود العذيبي إيزاكا كاد يسجل منذ بداية 24 دقيقة لعب محمود العذيبي يروض يحذر عمر زكري مملم في رد الفعل محمود العذيبي يلعب ذو خلفة ورأسيه مع الكرات الثابتة محمود العذيبي مرة أخرى في دين رامي جريدي سيم المحجبي مباشرة محمود العذيبي محمد علي المهذبي الكرة الأخيرة من النادي الصفاقسي يركز على الجهة محمد علي منصر يخسرها الكرة الأخيرة محمود العذيبي عمر زكري المباراة حاليا هجوم بهجوم بين الفريقين محمود العذيبي عمر زكري التوزيعة إيشاكا مع حاجة الفريقين للانتصار اليوم الكرة قطع الكرة في وسط الميدان كرة لمحمود العذيبي يرجع إلى ليلي التدخل من محرز بالراجح 21 سنة خريج أكاديمية النادي الرياضي لحمام الأنف محمود العذيبي أو بن شويخة الصغير في وسط ميدان النادي الرياضي لحمام الأنف وكرة يعطي لافونتاج ومبدأ مستوى الاحتياط بعد نية اختراق دفاع النادي الرياضي لحمام الأنف كرة مقطوعة من محمود العذيبي العذيبي في الوسط ياخذ كرة ماش صعب كرة على مستوى وسط الميدان في التمرير المونك دو بريسيزيون في التمرير هي اللي تخليه يخسر الكرة وبالتالي تكون فرص لحمام الأنف باش يعمل ردة الفعل وخاصة حاول ويسارع الترجي من أجل الوصول وفك رموز دفاع النادي الرياضي لحمام الأنف وعمر زكري في النهاية كبيرة يهرب عمر زكري يخرج عمر يفوت خط منتصف الميدان زكري سريع جدا مع إيزاكا حام بين اللاعبين اللي يخليه ربما يكون مخالف والمخالفة تتنفذ للنادي الرياضي لحمام الأنف محمود العذيبي يلعب كرة ثنائية مع عامر الحداد العذيبي يربح عن الركنية الركنية لعمر زكري وتدخل من شمس الدين الزوادي ما زالت الكرة العذيبي زكري العذيبي كرة لإيهاب المباركي ترجع تغير التعليمات والأسماء للمدرب كاميرا الزواغي مقارنة بالشوط الأول محمود العذيبي إيزاكا حق الأيمن إيزاكا بوزو شمس الدين الزوادي كرة لمحمود العذيبي المادة الخام موجودة بالنسبة لهذا اللاعب 23 وثانيا هناك انتظار هناك رشاقة هناك حضور بدني لفريق حمام الثنائيات كذلك في ردة الفعل وشفنا اللي تقريبا بدون أخطاء إلى حد الآن فاعل على مستوى جماعي المهذبي يستعمل فنياته مرة أخرى مع محمود لعب السريع محمد علي المهذبي يعمل الشوف اللقطة الأخيرة والتمرير لمحمود العذيبي اللي عنده المادة الخام للتجاوز إيهاب هدف في 7 دقائق جاء عن طريق مخالفة من محمود العذيبي اسقرت في شباك يوسف طرابلسي مخالفة حبيت نحطها ورا ديفونساريت قوية معناها اللي باش يدخل معناها صحابي ولا ديفونساريت معناها تضرب فيه
ومشيت معناها مش كيما حبيت، حبيت هنا الفوق شويه هبطت اللوطه غلطت الجول وتمركيت. مبدئيا يعني قاعد متمركز مليح في الميدان وقاعد يحاول يصنع الهجمه ويسجل، ان شاء الله مع الوقت مش نشوف. علاء الدين عباس تفك الكره والتغطية موجودة في وسط الميدان من جون دانييل وراء أو البناء الهجوم في وسط الميدان. جون دانييل بادي تفك الكرة من محمود العديدي بسرعة. الأولمبي بيجي كان هزم في الذهاب يوم 3 نوفمبر 2013 تبعوا هذا الهجوم، لكن ثم يتعدى يرفع الكرة ودفاع الأولمبي بيجي محمود العديدي. أمير بن حميد هورتو يجينب زياد الغاني لغتنا نجم نقول المباراة زاد تاخذ في نسق آخر عام أكيد. كي تغلق 25 دقيقة الأولى في بناء الهجومات لنادي حمام الأنف ربما استفاق عامر في الخمس دقائق الأخيرة هذه من النصف الساعة الأولى. أكيد حمام الأنف كما كنا نحكي. محمود العديبي يرفع الكرة بجانب المرمى. دقائق ولا 15 دقيقة الأخيرة حمام الأنف يعني نوع من اللعب نتاعو، فريق رجع الاسلوب نتاعو رجع يلعب في كره، يعني فاكتور ايجابي لنادي حمام الانف باش يرجع يلعب اللعب نتاعو. وشفنا نادي حمام الانف الى وسط الميدان محمود العذيبي طويل الكره في اتجاه رامز رياض بونحاس ومتفقد الحكام عاطف اليعقوبي، وتبقى الكره لنادي حمام الانف. محمود مع العذيبي البوسنيني قبل بدي والهجوم المعاك في نادي حمام الانف. عودنا الأول كرة يلمسها متوسط بين الوجود النادي حمام الأنف ويربح الحوار البني، لكن يفقد توازنه وترجع الكرة لنادي حمام الأنف ومحمود العديبي. الأثناء العديبي واضح الفريق يسعى للتسجيل من جديد ونادي حمام الأنف لتسجيل الفارق والبقاء. حوار وسط الميدان مقابل اقحام رودريغيز لزياد الزيدي معروف بتوزيعاته طويله الدقيقه. محمد امين المسكيني فارس المسكيني محمود العديبي وتغيير الفرق من جديد زياد الزيدي فارس المسكيني عمر زكري. المحاولات دائما تمر عبر عمر زكري اللي محل Let it go.